السلام عليكم، اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم المقطع المنتظر اللي قلت لكم عنه في المقطع الاخير، بي سي بيلدينج سيميليتر 2، محاكي بناء الكمبيوتر، حتى الترجمة حرفية يعني. بس هذا الجزء الثاني، اوكي. الجزء الاول ما نزلت عنه شيء للأمانة، لكن يوم شفتها نزلت جديدة وكذا وما حد نزلها قلت لازم نبادر وننزلها. فكل اللي ابغى منكم دعمكم باللايك واشتراك وتفعيل زر التنبيهات، الله يسعدكم. خلونا نبدا. يعني لي ماضي في البناء البسيات، يعني ما اخرب شيء. من قال اني اخرب؟ يعني ما اخرب. جاب اليوم الجيمات عشان نروق، ما ادري ايش علاقه يعني الجيمات ونروق. بس هنا بيلد اند شير يور دريم بي سي، هنا تبني بي سي توري الناس ان هذا البي سي بي سي الاحلام. ميوزك، هل اقدر اختار ان الميوزك عليها كوبي رايت ولا لا؟ فبسم الله نسوي الكارير اللي هي المهنه، مهنتنا ان نبني بيسيات ونسوي بزنس حلو، اوكي. فبسم الله. لوكال فاير سسبيشس. Welcome to BC Building Simulator. It's a new day and a new shop. يقول عند هذا يوم جديد ومحل جديد و... Read the note from Uncle Tim to find out more. يقول اقرأ الملاحظة اللي كاتبها لك عمك أنكل. عمك أنكل. عمك تم. حلو، بدايتها زي حلوة شباب. حلو، هذه صح؟ اضغط كليك يسار عشان اقرا. So I guess you have been in the shop. يقول توقع انك شايف المحل الحق القديم. Discussed fire. اوه، محل احترق. What a crazy idea. انا deliberate، ما ادري صراحة. Anyway, it's lucky have this old place as a standby. من يعني زي ما خذيته هذا هو نفسه، ما غيرت فيه شيء. شكرا يا انكل تم، بس ما اهتميت يعني. Let's get started. بسم الله. شو نسوي بالضبط الحين ما ادري. اوكي، حاط لنا مهمه هنا. اوكي، شفت يركض وفي ضربات خفيفه، عادي لان لعبه جديده. والله ديم التفاصيل. شوفوا القربعه اللي هنا، ورق جدران مشخ ما ادري كيف. شوفوا الستاند حق الشغل، يا عيني. بسم الله نروح البوكس اللي هنا، نضغط عليك. اوكي، انفيديا جي فورس ار تي اكس 3080 في رام 10 4 فريكونسي. حلو. الكيربو، ها الله اتمنى ذا الكرت يعني. بس اوكي طيب، ايش تسوي الحين؟ ضغط كليك يمين. اوه، شيل البي سي ونحطه هنا. هنا الشغل. حلو، فيكسنج بي سي. يقول لك هذا البي سي لازم له تصليح. يقول لفت كليك عشان تبدا. بسم الله. طيب ريموف ذا سلايد بانل. انا ما ادري ايش سويت بالضبط. احرك البي سي بكليك يمين. شيل هذا. حبه علق على كليك يسار، يشيل المسامير هذه اللي في الزاويه. حلو، خلصنا من الصندوق حقه. ميسنج جي بي يو. يقول ناقص كرت شاشه. وين الكرت شاشه اللي خذيته قبل شوي؟ هو نفسه 3080. بنضغط على هذا، نعلق عليه عشان يشيله ويشيل المسامير حقته. ممتاز شغلنا. نشيل هذا. خلاص يا ابن الحلال، كم مره شلنا هنا؟ يقول انستول. اوكي، ليفت كليك اوبن كاتيجوري. هذا كرت لازم نحطه هنا. حلو، حطينا الكرت. بعدين نروح ريموف كومبوننت بي سي اي. اوكي، ناخذه ونرجع زي ما كان، ونرجع المسامير. حلو، نرجع المسمار هذا بعد، ونرجع المسمار الاخير. خلصنا من هذا الشيء. يقول لف ذا اوكي، تضغط على كليك يسار على الكيبل عشان نوصله ليه هنا، فهمتوا؟ فنضغط عليه نوصل هذا بهذا. شوف كيف وصل الاسلاك كلها. نروح على انستول، بعدين سلايد بانل نرجع زي ما كان. نعلق على كليك يسار في كل مكان من المسامير عشان ارجعها زي ما كانت. فركبنا اول كرت شاشه، يعني ما يبغى له ذاك الفيكس الخرافي. ليفت كليك تو اكزيت. اوكي، خلصنا هذا. اول دن، يور نيو بي سي از اول ريدي تو جو. يقول خذه وروح للورك ستيشن، حط الشغل او مكان الشغل. يقول حطه تحت الطاوله. لازم اضغط كليك يمين نحطه تحت الطاوله هنا. حلو، وش نسوي الحين؟ بي تو سويتش. شغلنا. شوف كيف لازم نضغط على هذه، بعدين يفتح لنا الصفحة. اي، هذه خلفية البي سي حقي. كيف عرفوا؟ والله خلفية البي سي حقي. يسوكا، خشوا الايميل. والله ديم، شيء رهيب. جانا ايميل يقول ويلكم تو يور ايميل. اوكي، نروح على الانبوكس. سكان. هذا يقول لك سلك ذا ايميل فروم ما ادري ايش. فروم هذا، فروم هذا. حلو، بارت بادجت مدري وشو ليبر. اتوقع يقول ماي نيم از هذا انفيتر انا ارتست. هذا فنان، بس فنان في ايش ما ادري. كريكت وركنج انا ما ادري ايش بروجكت. يقول قاعد اشتغل على اسوي عمل وخطير هذا العمل، فابغى بي سي عشان يكمل لي الرسم حقي. اتوقع شيء زي كذا. تو بي بينت كومبليت ريد تو ماتش ذا كلر. يبغى البي سي حقه يكون باللون الاحمر عشان الغرفه حقته
تكون مناسبة للبي سي. دان اون ذا واي. هذا بيجيب البي سي حقه. نروح على اكسبتد. هذا وشو؟ هذا يقول شغله. سوي له سكان. جو تو بي سي. اوكي. نضغط عليه كليك يمين. فيرست جوب. هذه اول شغله لنا. يقول ليتس سي هاو تو دو ا جوب اند ميك سم ماني. كيف تكسب فلوس؟ بكل بساطه انك تسوي شغله خلصها اذا تكسب تكسب فلوس. ذيس كاستمر نيد يقول هذا يبغى له سكان عشان الفيروسات اللي موجوده فيه. فليش لا؟ نروح ناخذه. المفروض ان هنا المحطه الشغل حقتنا اكيد. اضغط كليك يسار بعدين اضغط عليه كليك يسار. بسم الله. انستول. اروح على تولز. اوه هذا اليو اس بي درايف. حطه هنا. حلو. بعدين شغل هذا او نشبك هذا هنا. طيب هذا هنا. طيب ليش يو اس بيات كذا معينه؟ هل اوكي انا فاهمها غلط. في البدايه على بالي ان اي يو اس بي لان كلها يو اس بيات وبس اشبكها بمكان معين. فهمتوا؟ فريموف. اوكي يقول لك شغل البي سي. ليفت كليك. بسم الله. اوميجا سيستم. حلو. اد ريموف بروجرامز. دبل كليك هنا. نحمل هذا الشيء اللي هو فيروس سكانر او حامي الجهاز من الفيروسات. نضغط عليه. بسم الله. ستارت سكانينج. يلا 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 بدينا. في 783 ملف. يا ساتر. كلين. يلا ننظف الفيروسات اللي فيه بعدين نرجع البي سي زي ما كان. والشغله هذه تاخذ 120 دولار ما خاب ظني. يعني هذا شفته في الايميل. All done. خلصنا. Exit. حين شيل البي سي ولا ايش؟ Bless the workshop delivery area. اوكي. سوي Exit. شيل البي سي. لا لا لا. لازم نشيل هذا اول شيء. بعدين نطفيه. ولا؟ شباب انا علقت. ما يحتاج فكت بي سي بس انا ما ادري ليش سويت كذا. عندي مشكلة في الاسلاك ولا ايش؟ مور في ما ادري وش بلس. اسف قاعد احوسك والله انا اسف. قاعد اخرب البي سي حقك اسف والله. شو نسوي الحين بالضبط؟ كل هذه الاشياء كلها يعني؟ شيل السلك. شيل هذا. اي شيء قدامك شيله. ما في شيء ثاني شيله. والله فيه يوسبيات. حلو. في يوسبيات تحت بعد. وفي هذا اتوقع انه اوكي. بي سي كان بوت من او اس. وش ذا؟ والله اني قاعد افكك وبس يا شباب. ما ادري ايش قاعد اسوي حرفيا. انا حرفيا قاعد افكك كل شيء يا شباب. وش ذا؟ والله انك جبت لانه جبرني كذا ما اقدر اطلع من ذا المكان. هذا الشيء اللي خلاني اني اسوي هذه الشغله اللي المفروض اني ما اسويها. اوكي. لحظة وش كنا نسوي لنا؟ بي سي كان فوت تو اس. اوكي لازم الحين نركب كل شيء. سؤالي هو هل نقدر نشيل هذا؟ فوت ان او سي. اوكي يقول لك تقدر تخليه الى نظام تشغيل. انا ما ادري ايش يقصد هنا. شغل بي سي. اوكي لازم نرجع كل الاغراض الحين. لا 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 رجع رجع رجع. اوكي نشيله ونحطه هنا. ريدي تو شيب. والله نحسته يا شباب. والله نحسته. خلاص خلصنا صح؟ اوكي خلصنا هذه. طيب سكان. والله اني ما ادري وش. نروح اللي بعده. نروح اللي بعده. قلنا في هذا ووتر كولد جي بي يو. هذا يقول ابغى مبرد معي كرت الشاشه. اوكي نضغط عليه. بسم الله. عاد لعبتنا. يا المسامير يا واد. فجاه نفكك كل البي سي حقه. كرته 3090 ما شاء الله الكريم. شيل المسامير. شيل المسامير يا واد. شيل المسامير هنا وشيل كرت الشاشه. وشو؟ لازم نشيل الاسلاك. اوكي. المسامير الباقيه. شيل. خلاص شلنا هذا الشيء. يقول تشينج بنش. موف تو ورك مدري ايش. الحين لازم نشيل البي سي نحطه هنا. ولا ما نقدر. طيب شو نسوي الحين؟ يا شباب. انستول. خلينا نشوف الاشياء اللي عندنا. لا والله العظيم في انه في الموضوع. اني ما اقدر اسوي شيء وشوي. هلا. ما اقدر اسوي ولا شيء في البي سي. شوفوا حتى ما يضغط. والله ما يضغط. اقدر اشغل يا كابتن. علق ولا خربته انا بسرعه. علموني لا ضيقوا صدري. هو يبغى البي سي يكون هنا. هذا غالبا المفروض يصير يعني. ميسنج بارتس. لازم اروح اجيب قطعه من مكان معين يعني ولا ايش؟ ويلكم تو لايتنينج اب. حلو. ادخل على اللايتنينج. كليك يسار مرتين. يقول ليفت كليك سيلكت اول. اوكي نضغط عليه. يشغل كل الانوار. ليفت كليك تو اوبنز ذا افكت دروب مدري ايش. ليفت كليك. بريث رينبو. خلينا نشوف الرينبو. اوه لا بيا الالوان. بعدين ووك. دان كونجراتيشن. بسم الله. خلصنا من البي سي صح؟ حلو خلصنا من البي سي. طيب تيم ريد هودن ريبير. حلو. طيب شو نسوي الحين؟ وذا الحين؟ كيف الطريقة؟ أنا ما أدري شو يبغى بالضبط الحين. يعني شوفوا المكان هذا. أوكي هذا زينته صح؟ بليز أشيل البي سي ونحطه هناك صح؟
ولا خلصنا من هذا. هذا اشغلني يقول حط الشيء هنا. اتوقع ان نشيل هذا الشيء. اتوقع ريموف. شوفوا ما ينحط. ليه ما ينحط؟ هو يبغانا ناخذ المعالج وكرت الشاشه. طيب نروح هنا. طيب كيف؟ اوكي نروح على الايتيمز. نبغى الكرت الشاشه. اوند باي مدري ايش. والله نكبنا يا شباب. نكبنا. تولز. خلينا نشوف التولز. يعني هنا معي اللي هو المعالج. مو معالج يقول هذا ما يمديك تسويه الا لازم ليفلك 8. اضغط على ووتر كول جي بي يو. ما يقدر ندخل على الايتم ولا انستول ولا شيء. فنضغط اي. ما يضغط اي. يعني واضح انه في انه في الموضوع بس ما ادري وشو. الله ببدا في البي سي الثاني. اوفر كلوكينج. خلنا ناخذ اليو اس بي هذا. شوف هنا اليو اس بي اللي بعده. يعني بنسحب البي سي ذا الثاني مره. لانه مستحيل ان نسوي ذا الشيء بدون ما يعطينا اي تعليمات وش نسوي بالضبط. وصلنا الاسلاك ريدي تو بوت. سلك ذا مونيتور. يقول اوفر كلوكينج ما ادري ايش. اف 2 اوكي نضغط اف 2 سويتش اول شيء بعدين اف 2 اول تو اف 2 يلا علقنا الاف 2 بعدين ما نروح روح سي بي يو فور ذيس جوب ار جوينج تو سلكت سي بي يو اوكي بعدين يبغى يكسر سرعه صح؟ اوكي نضغط على هذا الشيء بعدين نضغط على هذا بعدين نضغط على هذا نزيد 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 الى 44 بعدين هذا الى 35 سيتنج بعدين نضغط على اد تو تشينج يس كسرنا السرعه للبي سي حقه ذا او كسرنا السرعه للمعالج. المعالج حقه ضعيف فيبغى حلو دبل كليك هنا ويلكم بعدين اون بعدين ويت فور ذا ستريس تيست تو كومبليت شويه لقمات. طلع لك ان الحراره الماكس 67. اوكي اوفر كلوكينج سي بي يو كومبليت كملنا كسر السرعه فاتوقع خلاص صح؟ خلاص خلصنا اكزت بليز اوكي نضغط على البي سي نطفي اول شيء بعدين اتوقع فصل كيابل ايه هو فصل من نفسه حلو 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 اتوقع نروح هنا نحطه هنا حلو خلصنا من البي سي الثالث نرجع هنا يعني ما ادري ايش يبغى بالضبط اقسم بالله ما ادري ايش يبغى بالضبط هذا البي سي خذيناه نشيله نحطه هنا اوكي تكفى يا اخي تكفى هذا وش المشكله معه او لازم اني احط هذا الشيء هنا ما ادري ناخذ هذا ما نقدر صح؟ اوه في مايكات في اغراض حلو ماوس باد كيبوردات ايه هذا نفس كيبوردي والله قريب منه ظاهر نفسه بالضبط ما ادري شكله والله نفسه نفس المسند اللي تحت نفس الزر اللي فوق اليمين والله شكله هو والله نسيت وش اسم كيبوردي انا نفسه من ريزر يعني هذا فلتر اوكي هذا مبرد هل يضبط؟ شوفوا المشكله انك ما تقدر تضغط على شيء توديه لين هذا اكيد مشكله مره هذا بذبه ذبه ما عاد ابيه ما عاد ابيه خلاص وده وده يا ابوي وده ما عاد ابيه ايش نسوي طيب تكفون تكفون ايش نسوي تكفون اتوقع اني راح اشتري شوب ووتر كول اتوقع ان هذا اقدر اشتريه والله لازم اتوقع اشتريه اوكي بس خلاص المفروض انه وصل صح ولا ما يوصل على طول هل اني اروح الحين واسوي هنا حركه خلاص اشتريت يا اخي تكفى والله علي ديون سالة 30 هل لازم اشتري هذا اوكي اصبغ هذا بالاحمر اصبغ هذا بالاحمر بعدين نسوي تشيك اوت باي ناو بس خلاص اظن انه وصل صح؟ والله الديون قاعد تزيد يا شباب وما استفدت ولا شيء حرفيا اخ تكفى لا تكفى نو بي سي ستورج اوكي وعموما كذا وصلنا لنهايه الحلقه علموني وش اسوي بالضبط هل انا جبت العيد قطعه من القطع هل اني يوم فككت البي سي شيء غلط وغالبا انه غلط عشان نعيده من جديد نشوف نحل حل رزين يعني ما حبيت اني اروح اشوف مقاطع اللعبة عشان ما احرق على نفسي فابغاكم تكتبون تحت اسوي هالشيء وخلاص تزين الامور او اني انا غلطت في شيء واعيد اللعب من جديد خلف الكواليس وابدا معكم من وين وقف يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا لا تنسون لايك اشتراك فعل زر التنبيهات ونراكم في حلقات اخرى واكتبوا تحت في الكومنتات زي ما كتبتكم بالعافيه